الجزء السلم بتاع القطار يعني عملوا فيه برضك مرحلة حلوة، وادي القطار اهو كوبري ده مشروع واحد الملك سلمان للعلوم بالرياض، ودي المحطة يعني مش فيها مشوار كبير وجميل يعني، وقربوا هم يعني تقريبا قربوا يخلصوها. ده الكوبري اللي هينقل من الطرف اللي هناك للطرف اللي هنا عشان الباركينج. لا لا شوف هذا نفر.